بسم الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القيمة الأخلاقية التي نتحدث عنها هذا الأسبوع والتي يوصي بها بعضنا بعضا ما هي؟ ما سمعت؟ احترام الكبير. أريد أن أسمعها من الجميع. احترام الكبير. احترام الكبير. يعني احترام الأب واحترام الجد واحترام الأستاذ واحترام الجار واحترام السابق واحترام الذي يشتغل في الحصان. أي إنسان أكبر منا بالسن له علينا حق الاحترام. هذه أخلاق من؟ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أخلاق إسلامنا، وليس منا، ليس منا، ليس منا. سمعني، ليس منا، ليس منا، ليس منا، ليس منا. من لم يوقر كبيرنا ليس منا، ولا من طائفتنا، ولا من أحبابنا، ولا من أصدقائنا، وليس منا في الأندلس. نحن في مدرسة الأندلس. ليس منا في مدرسة الأندلس الإنسان الذي لا يحترم من هو أكبر منه. ليس منا من لم يحترم، لما لم يوقر